أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي صوتكم. برنامج اليوم نتكلم فيه عن حال العراق بشكل عام وقضيتها الأولى اليوم وهي الانتخابات التي حصلت في 12 من آيار الماضي والتي نتج عنها تصويت البرلمان إلى إعادة العد والفرز ومن ثم المحكمة العليا التي قضت بإعادة العد والفرز يدويا. لكن اليوم سنتكلم عن المشكلات والنتائج التي وصلت إليها العملية أو ما تسمى بالعملية السياسية في العراق نتيجة ذلك القرار. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات من تشرب الشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أكو قضية مهمة بالعراق اليوم وهي تمديد عمل الرئاسات الثلاث. حيدر العبادي طلع يقول احنا ما عندنا شيء اسمه فراغ دستوري. أريد أسأل سؤال لحيدر العبادي وأريد المواطنين يجاوبوني. لما أنت سويت انتخابات وطلعت نتائج وشككتوا بالنتائج وطلعت النتائج مزورة وراح تعيدون عدوا فرز، والعدوا الفرز راح يطول 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، وحكومتك والبرلمان والرئاسة المفروض تنتهي بنهاية حزيران، يعني بقالها يومين. زين ورا 3 أيام شو يسموه هذا؟ زين أنت قلت إحنا تكون حكومتنا ماشية لتصريف الأعمال، حكومة تصريف الأعمال شنو؟ البرلمان شو يسوي؟ من راح يقعد بيه؟ من راح يشرع؟ أنت بوحدك لو البرلمان همينة موجود. فما أعرف توصيف الفراغ السياسي حيدر العبادي فاهمه صح؟ لو هو فاهم إنه هو قاعد على الكرسي خلاص ماكو فراغ سياسي. يعني لبنان عمرها كلها عايشة فراغ سياسي. همينة راح نصير إحنا مثل لبنان؟ تجربة جديدة راح نطبيها؟ الأمريكان جو احتلونا، خلصنا من الأمريكان، جانا إيران، ما خلصانين من إيران لأنه جونا بشر هم أذناب لإيران، خلوها الإيران تتوغل بالعراق. هسه إيران قامت تصدر لنا شيء جديد، صدرت لنا الميليشيات والدريلات والكتل والكهرباء والاغتيالات والعبوات، وصدرت لنا هواية أشياء. هسه قامت تصدر لنا التجربة اللبنانية اللي هي انتخابات، مشاكل، ما يقبلون عليها، ذولا ما يرضون عليها، يعيدون مرة اللخ، المحكمة تقول لا، المحكمة تقول إيه، وراح نظل في هذه الدوامة. أريد أسأل الشعب وأريد أسأل المتصلين، أنتوا مقتنعين أنه العدو الفرز راح ينتهي صدق وتنتهي العملية الانتخابية؟ ما تتوقعون إذا سين من الناس، إذا سليم الجبوري رجع لمقعده، وإذا فلان شالوا منا المقعد اللي فاز بيه، راح يسكتون؟ لو همنا نطعن بالنتائج وانتظروا المحكمة تثبت مرت اللخ، والمحكمة راح تطلع قرار، والبرلمان راح يقول لا، والرئاسة تقول إيه؟ يعني تتوقعون الأمر راح ينتهي بشهر وشهرين؟ هم قالوا العدو الفرز طول 6 أشهر، وورا العدو الفرز إيش قلت؟ سنة. زي أريد أسأل الكتل السياسية، ليش هذا التمسك بالكرسي؟ هو من المفترض أنت دستوريا موظف، حالك حال أي موظف، أنت والزبال حالك نفس الشيء، أنت موظف وهو موظف، هو أحسن منك، لأن لو هو أنت ما تقدر تعيش، بس بلياك هو يقدر يعيش، وجودك وعدم وجودك بالنسبة إليه ما يقدم له شيء، بس وجوده هو يقدم لك شيء، وعدم وجوده هو كارثة بالنسبة للبلد. ولو تهمنا مدى تطون رواتب ومدى تطون كل شيء، والأزبال مكومة بكل العراق من شمال الجنوبة، والأمراض انتشرت بكل العراق من شمال الجنوبة، أردفتهم هذا التمسك بالسلطة شنو؟
اليوم تقولون راح يصوتون على التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتمديد عمر مجلس النواب. جهة تقول دستوري وجهة تقول غير دستوري. إذا كان هو القانون شرع عن طريق مجلس النواب فهو فعلياً 30/6 المفروض صالح، يعني بعد ليومين يقدر يقرر، عقب باكر آخر يوم بحياته هاي الدورة يقدر يقرر. فإذا قرر هذا القرار وشرع قانون جديد ليش مو دستوري؟ من يفهمنا هاي القضية؟ الله أعلم. قضية اللخ اللي هي شائكة بالعراق أنه الأكراد يوميا طالع لنا بقرار جديد، يوم يقولون إحنا ما ندخل بتحالفات سياسية، يوم يقولون إحنا ما نصوت على إعادة العدو الفرز اليدوي، يوم يقولون إلغاء صوت الأسايش وما أعرف شنو، هذا ظلم لحقي الأكراد وغيرهم. زين النازحين اللي انباقت أصواتهم ذولا مو ظلم؟ البشر اللي موجودين بالخارج اللي راح صوت وفرحان قال هسه أنا راح أغير، أكو بيها مجال، أكو بيها نفس أنه تتغير الدنيا وتصير الدنيا مثل ما أنا أتمناها كعراقي، أروح أحط لي واحد أنا أريده. بالجملة التزوير صار، هذا مو ظلم؟ مهم هم استقرروا الأكراد أنه اليوم يطبون، خصوصا حركة التغيير، أنه اليوم يطبون للبرلمان راح يحكون بشغلة واحدة بس اللي هي إعادة العدو الفرز اليدوي بنسبة 100% وليس بنسبة جزء. يعني هو القرار مال المحكمة طلع إعادة العدو الفرز كامل، ناس قالوا خلص هذا القرار ألغى نتائج الانتخابات ولازم تنعاد العدو الفرز، وراها طلعوا القضاة المنتدبين قالوا لا جزء بس، المراكز اللي صار بيها شكاوى، بس المراكز اللي صار بيها تقارير انه بها تزوير، يعني مو كل العراق. هسه البرلمان لا يريدها كلها. هاي هم انا راح اطلع لكم قرار يقول احنا هسه وافقنا على اعاده عدو الفرز بشكل كامل بالنسبه للمنتخبين في العراق من الشمال الى الجنوب، بالنسبه الى الخارج، بالنسبه الى الانتخابات والاقتراع الخاص. وراها راح يقول لك لا احنا ما نقبل، لازم المحكمه تثبت، تطولها عمليه في شهرين، المحكمه تطلع قرارها راح تقول اي لو لا، ورا ما تقول المحكمه اي لو لا راح نشوف ايش راح يطلعوا لنا. اذا سكتوا راح نسوي عد وفرز، يطول عد وفرز فت 6 شهور، هاي منها 9 شهور خلصت. يا عراقيين اصحوا، هاي العمليه كلها بس حتى يقعدون على الكراسي. ترى نص البرلمان اللي موجود هسه ما فاز، طبعا ما فاز، اكو ناس ما انتخبوا صدق، واكو تزوير لانه اكو دول ما رادت يفوز، ايران وامريكا هذا فلان ما رادت يفوز، الخاسر هذا اللي خسر سين من الناس، سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، رئيس قائمة الديالة هويتنا. من صارت العملية السياسية لليوم هو بالبرلمان، هاي السنة ما يردوا، لو يردوا كان فوزوه. فأريدكم تنتبهون لهاي النقطة، هاي العملية دا يسووها كلها ترى مو بصالحنا، مو بصالحنا لأنه الشعب مغلوب على أمره، الشعب ما بيده شيء، هم واحدهم عنده سلاح، عنده ميليشيا، وعنده حزب يدافع عنه، وكل واحد بيهم عنده حماية تغطي الشمس. لما أنت تحكي أقصد المواطن ما راح يدير لك بال، ممكن الرتل مالته يدوسك ويطلع، بس لما هو يحكي راح يدز الميليشيا اللي وراه راح تصير زوبعة. يعني تردون تقنعوني القضيات اللي تصير هسه بالعراق، والقضايا اللي عفوا تصير بالعراق، وحالات الاختطاف والقتل اللي يتبناها تنظيم الدولة ما يسمى بين قوسين داعش، تردون تقنعوني إلى من ما أعلن حيدر العبادي النصر إذا تذكروه،
إلى قبل الانتخابات ماكو عملية تبناها داعش كبرى، يمكن كم عملية صغيرة 3-4 طلع قال آني. من الانتخابات إلى اليوم كم عملية تبناها تنظيم الدولة؟ كم تفجير صار بالعراق تبناه تنظيم الدولة؟ من تركيا أبو ناصر، حياك الله أبو ناصر. السلام عليكم سلفة. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وقناة الرافدين أخوي العزيز. حياك الله أستاذ أسل. العراق ابتلي بزمرة فاسدة فاسقة، باعت البلد الألد أعداء. جرت الانتخابات ومن البداية الكل يعرفون بأن نتيجة الانتخابات محسومة ومزورة، والمقاعد توزعت وكل كتلة خصصوا لها المقاعد المطلوبة. وأهم شيء عندهم وهو يبقون متمسكين بهذا الكرسي لأجل مصالحهم الشخصية ومصالح أسيادهم الإيرانية. وهسه كل العالم شافوا يعني الانتخابات اللي صارت في تركيا، شلون بدت الساعة 8 الصبح، شلون انتهت الساعة 5 العصر، شلون طلعت النتائج قبل انتصاف الليل. يعني النتائج طلعت وعلى شاشات التلفزيون، وهذا المرشح هلقد النسبة مالته وهذا هلقد النسبة مالته، والناس احتفلت وكملت وانتهت. يعني انتو شبيكم؟ بس اريد افتهم، انتو منين اجيتونا وشلون اتسلطتوا علينا؟ اذا انتو ما عندكم خبرة بالسياسة تجيبون نفسكم وتدخلوها وتحكمون بلد من 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 اقدم بلدان العالم ومن احسن بلدان العالم، دمرتوا الشعب، دمرتوا البلد، ما خليتوا شيء بالبلد يصلح للعيش. شنو اللي قدمتوه للشعب العراقي؟ اذا هسه راح تعيدون شغله العدو الفرز اليدوي او ما تعيدوها، اشو احترقت الصناديق، ودوا الصناديق، حرقوا الصناديق، شنو اللي قدمتوه انتم؟ بس نريد نفهم احنا شنو اللي استفاد منكم الشعب. رئيس وزراء يعني والله العظيم مو ما يستاهل ان يكون رئيس هيك، يعني جمعيه استهلاكيه، مو رئيس وزراء. يعني ما عندهم خبره بالسياسه. انتم دمرتونا، شنو اللي قدمتوا لنا اياه؟ شو استفادينا من عندكم؟ من البدايه احنا وانتم كل الزيان تعرفون انتم جايين تردون تستولون على كل خيرات البلد. يعني خليتوا الناس، الشعب العراقي خليتوه يكره ان يقول انا عراقي. اسيادكم الايرانيين يصدروا لكم الاوامر، هاي الزمره لازم تكون لها، هاي الكتله الفاسده لازم تكون لها هلقد مقاعد، وهاي الكتله لازم تكون لها هلقد مقاعد، وتأتمرون بيهم. طيب وين المرجعيه اللي الكل متمسكين بيها؟ وهم يعرفون كل الزين، طبعا يعرفون بان هي المرجعيه، هي اللي باعت البلد وهي سبب دمار البلد. وين السياسيين السنه اللي يقولون احنا نطالب بحقوق السنه؟ شنو اللي قدمتوه انتم للسنه؟ ايش هم استولوا على البلد واستولوا على خيرات البلد واستولوا على كل اللي موجود؟ شكرا. شنو اللي حصلناه؟ شكرا لك ابو ناصر. ابو ناصر ذكرني بنقطه حبيت احكي بيها. احنا حكينا هوايه واكيد قنوات حكت على الانتخابات التركيه، لكن أرد اقول ارقام. اللي انتخبوا بالانتخابات التركيه قدروا اعدادهم ب 48-49 مليون، يعني نفوس العراق 33، يعني بجد نفوس العراق مره ونص. ابو ناصر حكى نقطه، قال انتخبوا الصبح العصر طلعت النتائج. لا ابو ناصر، مو بس هيك، طلعت المفوضيه مال الانتخابات وقالت خلال 10 ايام ان شاء الله الداتا بيز والمعلومات بالنسبه للمرشحين، بالنسبه للنتائج، بالنسبه للمراكز، بالنسبه الى كل شيء راح تكون على موقعنا، ويستطيع اي مواطن دخول لها والتاكد من الارقام. هاي نقطه يعني ما حد فكر بيها. على الواتساب وصلتني رساله، راح اغير بعض الكلمات لانه هي حقيقه يعني مؤلمه. يقول بالاربعينات كان اكو فندق ببغداد مطل على نهر دجله اسمه متروبول، كان يديره واحد اسمه صادق حنا. صادق حنا كان معروف عنه انه هو تاجر لاغراض غير نزيهه، فكانوا يزوروه قاده ومسؤولين، كانوا يزوروه ضباط لوجود فتيات اجنبيات في ذلك الفندق. فصار عند صادق حنا، صارت عنده سلطه، معروفه هاي القصه. قام اي واحد يريد شغله يخابر واحد من هالضباط، واحد من القاده، يمشوا له امره. فبوقتها كان امين عاصمه بغداد ارشد العمري، واللي قارئ عن ارشد العمري يعرف منه هو، سليط اللسان، عصبي جدا، ما يتحمل شيء،
قاسي في التعامل مع الموظفين، قاسي في كل شيء. فأرشد عمري غضب من وجود هكذا علاقة لشخص ما له علاقة بالدولة، فصاح قال له بغداد لازم يديرها واحد ما يديرها سمسار مثلك. هسه بالعراق اكو 328 سمسار، الاخ ما ذاكر اسمه قال بالعراق عندنا 328 سمسار وتريدون بغداد تتحملهم؟ احنا مو عندنا سماسره، احنا عندنا احزاب كلها تاجر باموال العراقيين وبدماء العراقيين وبشرف العراقيين وبكل شيء. هاي الاحزاب عندها برلمانيين، ذول 328 ذول معروفين، ومجالس المحافظات والمحافظه والسلطه التنفيذيه وديوان الرئاسه والحرس الوطني والميليشيات والاستخبارات والفرقه الذهبيه وسوات و و و و و وعد عد ايش قد عندنا. ف شخص كاتب: يا عرب يا مسلمون يا عراقيون، الاحواز تمتد من شرق ديالى الى مضيق هرمز وتحتوي على 80% من خيرات إيران النفطية والغازية، شعبها 8 مليون مظلوم، أهدتها بريطانيا بالعشرينيات لشاه إيران لأنه حليفها، ولازم علينا أنه نرجعها. أضم صوتي لأصوات الأحوازين وأقولهم الله يعينكم، يا رب يجي يوم اللي ترجعون إلى حاضنتكم الحقيقية والأصلية اللي هو وطنكم العربي. مشاهدينا الكرام، صوتكم مستمر، فاصل قصير ومن ثم نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وياي ابو حسن من بغداد. اهلا ومرحبا بك ابو حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. هاي عمليه عدو الفرز هي افاده للمشروع الاحتلال. نعم. يعني هسه تجي الواقع الحال، هم يوم يتجلبون بكرسي الحكم كل الوسائل، يعني في نصوها ابدا، شايف واحد شباك الحكم وشباك الحكم في العبور. فعدو الفرز هاي اطاله لهم للوقت، والشعب نايم يعني صراحة، غير ما يعرف طريقه، ما يعرف طريقه شنو. هسه يقول لك عدل الرئاسات الثلاثه، هسه يجي وقت يقول لك والله انا ما راضي، ذاك يقول انا راضي، ذاك يقول ما، وما تعرف يعني العقليه مالتهم وين توصل. هذول بصوره عامه لا ينفعون الشعب ولا ينفعون اي انسان بالعراق. ابو حسن اريد اسال سؤال، يعني سؤال يدمي القلب، وهو ثوره العشرين. ثوره العشرين قاموا بها مواطنين عاديين، قاموا بها عراقيين حالهم حال الموجودين هسه وهم اجدادهم. ثوره العشرين صارت بين جيش بريطاني عنده مدافع وعنده دبابات وعنده طيارات وعنده كل شيء، والشعب ما كان عنده غير المقوار والمسحة والعصا والمنجل وقاموا بالثورة. اليوم الحال نفس الشيء، الشعب ما عنده شيء، وأكو ميليشيات وأكو عصابات وأكو حكومة عندها كل شيء. ليش ساكت الشعب عن الظلم اللي دا يصير بيه؟ الجواب نعم، الجواب كان أكو رجال، رجال كانوا أكو رجال، أكو غيرة على الدين وعلى الشرف وعلى الكرامة وعلى كل حتى التراب.
فتجيب ذاك الجيل هذا يعني. مع الأسف أنا ما أرد أقولها والله، ما أرد أقول شيء على اليابان يعني. اللي يرضى بالمذلة هاي ما يعني صعبة، صعبة والله، صعبة صعبة. شو واحد يرضى بالذلة؟ حتى أشوف المي، الكهرباء، الصحة، الزراعة، هاي شنو إيران؟ هاي الخضرة نستورد منها مواد غذائية، شنو هي هاي؟ خيرات العراق كلها توصل لإيران، أما تبعية إيران، حسالة إيران، بالة إيران، هي تتحكم بالشأن العراقي. فتتقارن دولة العشرين دول العمالقة يعني. الصراحة أقول لك شغلة أخوي أفل، نعم. يعني جو نوبة مكان الأمريكان طبوا على مسجد يمنى، ما أذكر مكان ماته، دقائق دقائق جو عمالقة. مع الأسف يعني راحوا دول المجاهدين الأبطال، والله على عمي لهم الرحمة، يعني طبوا موعوهم الأمريكان تمويع، يعني شاب الشمعة موعوهم، فالزلم الزينة راحت. حتى بقد مع الأسف أقول جبنا، والله مع الأسف العراق مو مجبنا، ممكن عليه، بس يرضى بالذلة والمهانة. زين أبو حسن، عندي سؤال لك، بس 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 أرد أخذ رأي مواطن آخر. خليك ويا أبو علي من كربلاء، حياك الله أبو علي. السلام عليكم عمي، الله يحفظكم ويسهل عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، وياك تفضل. طبعا العراقيين نفس العراقيين، وهسه احنا عندنا سلاح أقوى بكثير بكثير من زمان ثورة العشرين. أولا الآن التواصل الاجتماعي، قبل بريطانيا هي نعرف تاريخها، احتلت جزر وكتلة عبادة شعوب وما عاد يدري. اليوم احنا عندنا مو ايد خالية، العالم كلها تنتشر، واي دولة تريد تحتل او فتسوف شيء تخاف على سمعتها. عندنا امم متحدة، عندنا سلاح بالبيوت، ماكو بيت ما عنده سلاح. بس الفرق ما بين العراقي قبل وهسه صار طائفي، والدليل على ذلك أتذكر فد مرة حيدر الملة اللي ناطق الرسمي باسم العراقية، نعم، قال ليش أنتوا ترفعون صورة الخامنئي؟ قاموا واصطفوا وقالوا هذا رمز شيعي، ومرت ولا واحدة. وذاك اليوم يأتي هذا كلام مجيه يقول البسطال أحسن من نينوى والموصل، هاي القديمة صاحبة حضارات، ما أتحكى. وعباس البياتي من قال نحن أصحاب الكساء، قامت الدنيا ولن تقعد. أنا كشيعي وبن كربلاء أقول لك، ترى أنت أيها الطائفي، مو كل الشيعة طائفيين، إحنا عراقيين، إحنا من يوم الإجابة ولا لا، أنا أقول لك تاريخهم، أنا عايش وهم أعرفهم. هاي الخطة إحنا لازم العراق لازم يصير لبنان. لبنان من 43 الى حد الان ما تنفذ، ولا العراق راح يتنفذ. هؤلاء السلطه هو الجعفري او كلهم اللي كانوا يترجون توني بلير والامريكي بوش يخلون الحصار. خلي علمون يا عراقيين، اللي كان بالشهر يموت منكم 500,000 عراقي بالحصار، هذولا كانوا يتوسلون أن يستمر الحصار، وهم اعترفوا على بعضهم. هذولا قال بول برايمر، هذولا لميناهم من الشوارع، هذولا قطاع طرق، هذولا كذابين. وهسه موجود تصريح الطارق عزيزي، قالوا احنا ما عندنا معارضة، عندنا فرارية، عندنا سراق. يا اخوان، انا عيد كاني استاذنا المقدم العزيز المحترم، انت تقول اصحوا يا عراقيين، والله ما كان عندي اليوم نية اتصل، ولكن اعمل صوتي الى صوتك. اذا تريدون مشروع قلبكم وهاي الدولة مرتاحة، بالعافية عليكم، ضحوا ولا مي ولا كهرباء وامراض وطرايب وتفجيرات، ونبقى مثل لبنان ذاك يوم وهذا يوم، وبعد 100 سنة يا العراقي ما ترتاح، خلهم يرتاحون ونروح فدوى للحكومة، تستورد لك شاي مسرطان، تستورد لك دهن مسرطان، تستورد لك امراض، تستورد لك ماشيه بها امراض،
فما أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما تكون تولون أو كما تكون يولى عليكم. كما تكون يولى عليكم. نعم. وإما هذه ما أريد واحد من الأخوة يقول إحنا شو نسوي أمو بدينا. نعم. إحنا كل شيء نقدر نسوي. إلى متى؟ إلى متى أصفر يا عراقيل؟ وأنا أقول أكفت أبرة تخدير اسمها السيستاني. والله 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 يا جماعة أنا أعرف قبل السيستاني وشلون صار. أول عملية صار بها السيستاني إنه يترك ما ورثه السيد أبو القاسم الخو المليارات وبقت عندهم. هذا أول توقيع. ورأته إلى لندن مو قصرة. إحنا عندنا المستوصف يسوي قصرة وقالوا عيون. فهذا السيستاني بنج وأنا أتحدى ومعطي عليك عمي أتحدى واحد على الموقع موجود أن يجيب دليل إنه يقول السنة أنفسنا. وأتحدى يجيب فالدليل بسيط هو مزعج الأمريكان. وقروا كتاب العراق بلا قيادة العهد الرؤوف. وقروا كتاب الستر المكشوف بكشف المستور رجل لا. عميل ماسوني ما صار له واي. إجا وشوف هو شلون كلمته لما اجوا علماء السنه وراحوا له وقالوا له الان العراق محتل اعطينا فتوى. قال كلمته الشهيره هو رجال احنا يسمون يعني ما يؤمن بالقيام. هو يقول لا قيام صلاه جمعه ولا قيام الا مع القائم. يعني اصولي مو اخباري. احنا الشيعه قبل كنا اخباريه قريب على السنه. هسه على ابتعدنا ولا انا الايران صفوي بحث 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 بحث. نعم أبو علي أبو كل الدين العراق للجميع والعبادة لله. نعم ولكن العفو أنا طلت عليك بس جملتين. نعم إحنا هذا السياسي اللي يقول أنا ولاء الإيران أكثر من العراق لو ما يلقى نفس ادخله للناس ما يتجرأ. وأنا أشكرك عمي عليك وسامحني. شكرا شكرا لك أبو علي من كربلاء ويانا من العاصمة بغداد أبو ياسين. حياك الله أبو ياسين. انقطع الاتصال يا ابو ياسين. ارجع الى الواتساب. الواتساب يقول اخ افل اكو شعب بالعالم اصوات الانتخابات تحت التحقيق والتزوير والحرائق مستمره وتوجه عصابات تتفق على تشكيل حكومه وهم نفس النفايات ونفس الاشكولات تتكرر صارخ 15 سنه. ايش قد الشعب رخيص الى راضي اللي راضي بالذل ولا يعرف بس الحقد والغل والتفرقه ما يخافون الله ولا الرسول ولا يستحون من آل البيت. اي شعب واي دين واي دوله هذا؟ مذاكر اسمه الأخ ويا اتصال من الكويت. سعد حياك الله. الله الدوم يا أسد العراق يا بطل العراق يا النشمي يا أستاذنا الكريم. حياك الله حياك الله يا أخوي. أستاذ يا الناس الأوادم تريد تعيش. الأوادم تريد يعني عدالة وإنصاف المظلوم وكذلك معالجة المريض والدعاء له بالشفاء العاجل كبك مساعدة المعاقين وكذلك المختطفين. يجب أن يعاملوا معاملة حسنة وكويسة. دليل على آل البيت يعني كانوا يكرمون الضيف وكانوا يقومون بواجبه ويحترمون الأوادم. بلاش يعني مثلا قسوة وعنف وألفاظ نابية للمعتقلين وكذلك الأسرى وغيرهم الرهائن. وتحياتي لكل البرنامج الراقي يا أستاذي المحترم. حياك الله أخ سعد. أبو ياسين من العاصمة بغداد رجع ويانا. حياك الله أخ ياسين. أبو ياسين السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أخي أقول للشعب العراقي نعم أقول إن تبقى على هذه القطعة الانتخابية اللي كل أربع سنوات اللي في الشوارع هاي لو هنقيم ثمنها ما يبنى المدينة هي وخدماتها. أقول للشعب العراقي انتبهوا على يا أخواني. هؤلاء كلهم بدون استثناء من الطوف لأهالي العمائم ولاءهم ليس للعراق وشعب العراق وإنما ولاءهم لإيران وأمريكا لأن هم اللي نصبوهم كأدوات لتخريب العراق وترس جيوبهم وانكسر عواقلهم فقط. يقول لك احنا حتى لو نصب مدة قليلة نضرب ضربتنا ونطلع. أخواني يا عراقيين هؤلاء يعني مو شكول امن وامان. صار 15 سنه جاي يضحكون على الشعب العراقي ويضحكون على تربه العراق. صار 15 سنه رجعهم البلد الى الخلف 100 سنه. وتسمح لي شويه ارجع لي ورا. الرئيس صدام حسين الله يرحمه
من ساعة شرعة عام 79 رأسا دخل الشركات الهندية والكورية، وش تدرون يعني حتى اللي يكرهها يدري، من سنة 80 ل 84 كلت العمارات والشوارع والدثور، وحتى رؤساء العرب يعني من شافوا العراق متطور بناها والصورة ونظام الوطني عندهم عجيبة، حتى غاروا من العراق. أخي العراق حزين، ولبس الثوب الأسود صار 15 سنة. هؤلاء كلهم يعني هم حتى الحكام، وإذا شافوا واحد وطني ماكو رأسا قالوا عليه صدامي. فمن تم احتلال العراق من قبل أمريكا وإيران ما قدموا خطوة إلى إدامة بها أذية للعراق وشعب العراق، وحتى هاي الأحزاب هي مشمولة بالعقوبة. لو شوي يسكون العراق يسمون عراقيين، أمريكا شاملتهم بالعقوبة من قبل إيران. إيران هدموا الموصل وديالة وصلاح الدين بالتحالي الجنوب، بس خلي شوية يسكون على الجنوب. إيراني يقول لك إحنا تطورنا بعد ما نحارب العراق بإيراني، نضرب عراق بعراقي والعفو نضرب عراق بعراقي، بس مو ياهم تحكي يا أخوي. نعم نعم. إذا تتكلم في الشرف الوطني رأساً قالوا عليك لو تحكي لو صدامي. نعم البلد أخي سيطر عليه أعدائه، يعني اللي حاربونا بالثمانينات، اللي حاربونا 8 سنوات، هسه حالياً قام يحكمون البلد. والله والله ثم والله يعني من احتلال العراق لحد الآن، يعني شبكت واحد شبخ شبخاً للعراق وشعبه ماكو أخي جاي يحكون علينا. استلمها مقتدر، شوفوا راح يسوون جيش المهدي، راح يرجعون راح يرجعون على الطائفية. هسه كلهم حادين سنونهم، يعني شي حادثونا على شي يا اخوي. بس احنا نريد الشعب العراقي يصحى. زين انت تطلعون على الشرقية تبكون تسوون وقطعوا النخل، واحد يقول ذاك اليوم يقول احنا ننشد هذا العامري وسيد مقتدر، لكم كلهم مجموعين عليكم على مود يكذبكم ويحرقون بلدكم. أبو ياسين يعني أنا أريد أخذ أكثر كم من اتصالات. شكرا لاتصالك بي. أبو علي من محافظة بابل حياك الله. هيا حالك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الكريم يقول العراق مستاء أنه بعد ما بي رجال. أكو قصيدة شعر يقول شاب الزمان والعراق فتية. نعم هاي معروفة على كل العراقيين. نعم العراق كثير بشعبه صار حظى على شيء كبير من الأرامل والأيتام. لكن الحكومات المتعاقبة على ضوء الانتخابات هي التي خيبت آمال الشعب وأهداف الشعب، والشعب ضحى بالملايين. ماكو شعب بالعالم صار لقاتل سنين طويلة إلى تحقيق هذا الهدف اللي ما حصلته كل دولة بالديمقراطية إلا هذه الحكومات، وهي خيبة آمال الشعب. أي ديمقراطية السبب أبو علي؟ السبب أخي ما كنت ترى يعني شعب ضحى كتل مثل العراق وهو لا وياك بس أنت تقول حتى يحقق الديمقراطية. أي ديمقراطية أبو علي؟ ديمقراطية القتل، ديمقراطية تهديم المدن، ديمقراطية الدريلات، ديمقراطية الاغتيالات، أي ديمقراطية؟ أي مظاهر للديمقراطية في العراق ماكو. صحفي هسه إذا عجش على واحد بالحكومة يبتلي على عمره. حبيبي الله يعزك ويحفظك. العراق حظى على كل شيء، لكن العراق الحكومة التهموا بحمايتهم وأموالهم وتركوا الشعب العراقي للذئاب الذي تحاوش من كل الجهات بالدول الدولة العراقية، من تركيا إلى سوريا إلى السعودية. وثانيا إيران هي قدمت يعني اللي كلها اسم إيران. إيران عندها العراق مثل المرأة عند ابنها، يعني الإيران الأم العراق الابن قد تدافع عنه بس ما حد يرد الجميل إليه. يا إيران يا أبو علي أبو علي أوقف أبو علي. يا إيران يا صخمان حشا سامع وحشاك، إيران تدافع عن العراق؟ ليش هي السواد عيون العراقيين تدافع عن العراق؟ سؤال أبو علي، لما كانت ميليشيات بدر بالحرب العراقية الإيرانية تقاتل ويا إيران ضد العراق هاي كان دفاع، ولما هسه ميليشيات بدر تقاتل بالعراق هم دفاع؟ عفوا مو تقاتل، تقتل ألو. بالعراقيين هم دفاع؟ ألو أي عيني أخي منظمة بدور
منظمة بدر قاتلة البعث ما قاتلة الشعب العراقي. منظمة بدر قاتلة منو؟ قاتلة حزب البعث الكافر ما قاتلة الشعب العراقي. والصواريخ اللي انطلقت على المدن والجنود اللي انقتلوا من العراقيين ذولا هدد طبهم مرض ذولا يا اخي كان يعني كان ابو علي يعني كنت اتمنى اكمل وياك بس انقطع الاتصال ما اعرف ما اعرف ما اعرف هذا العراقي لما يطلع ويقول لي ايران تدافع عن العراق والله من ساعه السعودة اللي صارت بها ايران بصفنا من دنع الابو ايران لابو يومها ايران منو قاسم سليماني ما تقولوا لي شي صخمه بنص بغداد وبنص العراق جاي تقولوا لي دا يدافع مثل الاخ هسه يقول لي منظمه بدر كتله وثلاث ارباع العراقيين بالحرب العراقيه الايرانيه ليش منو كان يعذب الأسرى مو كان محمد باقر الحكيم وجماعته عمي إيران عندها طمع بالعراق إيران عمرها ما راح تدافع بالعراق أبو علي أبو علي خلي شوية خلي شوية عقلك أكبر من هالأمر لا تصدق بالإعلام اللي يقولوك يا هم إيران ترى العراق الحديقة الخلفية لها إيران ترى العراق بلد كسرى إيران كسرها عمر بن الخطاب وطلع كسرى من عده يردون يرجعون إيران ما جاية السواد عيون العراقيين أبو ياسين من ديالى حياك الله أبو ياسين حي الله البطل أفل بن تفريد هاي الحنجرة اللي تفتح الشاشة اللي يحسد ولا ولا حياك الله حياك الله حي الله العاملين بالقناة المؤثرة وسؤالك أحداث الثورة العشرين هم اللي قاموا بها أبطال الجنوب وهذا الشاشة اللي فاتها البطل الظاري ابن الزوبة وفاتتها على جابه صحيح كانت مرجعية عراقية تحته اليوم مرجعية طبوية تحته هذا ابتدت هذا خضار العراقيين يا عبل يا بطل اليوم الشعب الأمر على الأدب يسأل الوطنية وتلت بالدين المزيف عاب الوطنية وتلت بالمذهبية ما عندهم وطن وعدهم ولا وطنهم أخي بالنسبة لأبو علي أقول له أبو علي بن بابس والله مو مجامل هذا لكن أقول لك والله كبيون بعد الشمس الحكومة بعمائمة بقد يدعوها أما موضوع الحلقة يا هزل الانتخابات أنا ما أزل وكل وطني ما يزل على التدوير ولا يزل من فاض ولا مخزن كلهم اليوم يقولون العراق هم أراضي للصعود يا وأنا أقول كل واحد راح وخلى فقم وجه في البلد تشفنا يمكن قطرة من الشرف لأن جاب ناس تقودهم ومو قدها ولا هم كان عراق فهؤلاء محتالين وأنا جيت أتابع وباشتياق لكن من أنا وأبو مصطفى بس تفاجأ بي من قال انتخبنا إجبار لا أخي ما يصير تنتخب إجبار بس تفاجأ بين أمريكا وإيران اليوم مع الأسف العملية السياسية بالعراق هي إسرائيل أمريكا إيران إحنا كنا في الصراف سليمان الخميني أدلت والله بالبطل اليوم سليماني قصود العملية السياسية أخيرا أما مقتدى اليوم مقتدى هو أسوأ ونبض الشيعة كان هو اللي سرق أصوات الشيوعيين والمدنيين وقبلها سرق المتظاهرات واليوم راح يتحرك في إيران والعون غلالة كلهم ما بيهم كريم لا مقتدى ولا مقتدى ولا عزم ولا للوطن ولا عزم ولا عزم قطرة من الشرف لا الصراف فسدت الشعب أخيرا اليوم العملية السياسية هم دار قوة لتدمير العراق لتدمير الشعب لتدمير الأمة العربية فأنا أتعدى بشعب القناعي من الحد هذا انتو شنو اللي شفتوه تحضرهم يمكن 19% من الشعب الصغير قالوا من الجيش والأمن والأبناء الأحزاب ذو الثمنة الطاقطين أما العراقيين شرفاء ما يروحون يستخبون ولا يستخبون يشنا أبو ياسين أنا فجر فاسدين أبو ياسين من محافظة ديالى أعذرني لمقاطعتك لكن عندي اتصالات هواية لازم أخذها شكراً شكراً لك لانضمامك إلينا من لندن أبو عبد الله حياك الله أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي أنا أرد على أبو علي من بابل سألته أي ديمقراطية هو كان عن ديمقراطية أنا أقول لك الديمقراطية التي يتكلم عنها الأخ أبو علي من بابل الديمقراطية هو اللي اتباهى بها جورج بوش وتوني بلير قالوا أول عملية ديمقراطية حرة في الشرق الأوسط تجرى في العراق فهذا الذي يتكلم عنها أبو علي مطلعين المساكين على مدار السنة لقميات
يا حم اتبع له جرينا كلها تصر على مدار السنة وبكاء هذا والطواف حول القبور ورمي الفلوس في القبور هذا اللي يتكلم فيها. بس تعرف أبو عبد الله صح بوش الابن قال هذا الكلام بس أركان الإدارة الأمريكية في زمان بوش الابن هسه دا يقولون إنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تذهب إلى العراق لإرساء الديمقراطية هم دا يقولوها مو إحنا. مع أخي يوم أول لما أجريت الانتخابات وسائل الإعلام نقلت توني بلير وبوش بدأوا يعني لما سألوهم أين الحرية أين الديمقراطية للشعب العراقي توني بلير أنا أتذكر شخصيا على في وسائل يعني كان يتكلم صورة وصوت يقول أيام صدام حسين ما كان في إنترنت نحن جلبنا الإنترنت إلى العراق بالله أن نحن الآن فقدنا 1,000,000,000 عراقي وهناك آلاف الأيتام والأرامل. هل تسأل أي شخص أي عائلة أي أم أي أب هل ابنك أو أبوك أو أخوك يسوى إنترنت؟ نحن أي شيء يتكلم شرخ وخيرات والعراق وبعدين يدافع على إيران. أنا شخصيا أخي أنا جيت بتأشيرة قبل يعني من زمان أخذوا جوازي ما كان عندي خيار مريت من إيران أقسم بالله أخذوا جوازي وسجوني الله نجاني منهم بعجوبة وضابط الاطلاعات الإيراني قال أريد أشرب دمك أنت عراقي أنت ريحك عراقي فكانوا حاقدين على العراق. فأخي الكريم إيش الحرية الديمقراطية الميليشيات أرسلوها للقتل والتهريب وبعدين أي مرجعية أخونا أبو ناصر من تركيا يقول مرجعية معي أي نحن نريد هل أحد سمع صوت المرجعية هل أحد شاف ناس يتبعون مرجعية متخلفة عن تخلف وجهل ويأخذهم إلى فقط رطمياته وعزاءه وهناك انظر ماذا سرقوا خيرات العراق وجاءوا بها القتل والفسادة. شكرا لك أبو عبد الله من لندن. قبل ما أرجع إلى الاتصالات لأنه ما شاء الله عليهم هواية أم علي على الواتساب قالت ليش هو العبادي ما يعرف الانتخابات راح تتزور هو رجل فاشل لا يستطيع قيادة البلد هو وأزلامه ومن معه في الدولة كلها تقول عليه ضعيف. حتى عزت الشابندر مشهور وقناة الرافدين نشرت ما قال عن حيدر العبادي بأنه هو كان أغبى شخص لدى عزت الشابندر في حلقته الحزبية. حيدر العبادي من إجا في صفقة سياسية لأتوقع حتى يسوون اللي سووها هسه بالعراق. أتوقع كانت الطبخة في تلك الفترة قبل 4 سنوات هو ما يحصل الآن هسه الطبخة شبه استوت. أرجع إلى اتصالات من كربلاء أبو علي رجع ويانا حياك الله أبو علي. أنا أحتذر لأنه غيرتي ما تحملت بس أريد السامحني وأحاول باختصار. نعم تسمعني عمي وياك. أنا راح أقول للأخ العزيز أبو هو مو اسمه أبو علي اسمه أبو حسن من بابل بس خلي يقول هو أبو علي مو مشكلة ما يهم. أنا أقول لي هواهم إيراني أنا كان هواي إيراني وأجيد اللغة العربية كتابة وشعرا وقراءة وأعرف كل شيء وعشت في إيران. راح أجيب لك من الهرم حتى يعني أحاول باختصار. أنا هم كان مغرر بي أنا مغروك علي بس سنت مارسين بس 18-19 قشمرون هذول الملالي. بس راح أقول لك الخميني في كتاب إنه يقول الترك والعرب حكم المسلمين فعلينا أن نحكمهم هذا استجانة. محمد جواد لاريجاني صاحب كتاب أم القرى يقول يجب على الشعوب الإسلامية والعربية أن تدين الولاء إلى إيران. يونسي رئيس المخابرات الإيرانية يقول سترجع بغداد عاصمتنا. عبد الرحيم الزقي كاتب أنا أتحدث عن شخصيات كبيرة يعني هذا يقول كل رئيس وزراء يأتي يجب أن يكون جندي قاسم سليماني. وزير الدفاع الأسبق يقول نحن حدودنا مع العراق مشلنت يعني كل العراق أحمد النجات وكل كلهم. نعم يبدو أبو علي أنه أنت مطلع كثير على هذه الأمور واتصالك لا يمل مهلا لكن أعذرني راح يدركني الوقت. أكو عندي واتسابات وعندي بعد اتصال وهو آخر اتصال اليوم. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أحييك وحيا القناة العظيمة وحييك بالذات على هذا اهتمامك لهذا البرنامج حياك الله. ألو تفضل يا أم أزهار. ألو
بالنسبة لعراقنا، عراقنا كان مستقل، كان بدور صدام حسين مستقل، وما لا إيران ولا سعودية ولا تركيا يتدخل في شؤوننا، لأن أكو قائد قوي، أكو حكومة قوية. إلى هذا اليوم جاءت حكومات متوالية كلها طائفية، كل من يحكم إلى جاء هي منو إجوا، منين إجوا؟ إجوا من إيران. إيران دزتهم للعراق حتى يخربون العراق، حتى يستولون على العراق، حتى لأنه أكو عندهم صد 8 سنوات هم يحاربوا حاربنا وياهم وانتصرنا. فهم جايين يجيبون سموهم وسموهم مات. هم كل الأحزاب اللي اجت هم إيرانية. فإحنا يردنا شعب ينهض، شعب عراقي أصيل مو إيراني. أنا أتحدى هذا الشعب لما يكون إيراني، شعب أصيل عراقي. أين أنتم يا عراقيين يا شجعان؟ أنتم وينكم؟ وين الحكومة السابقة؟ فأريد أن شعب كفاءات تحكم، إن شاء الله هذول الفاعلات يرجعون إلى إيران وإلى مناطقهم وإلى وشيء واحد بس. عيني أم أزهار، نعم أم أزهار من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أدركني الوقت وراح أقرأ بسرعة. ابن ميسان يقول انتزعت الروح الوطنية من الشعب العراقي وحجم دوره، والآن في سبات عميق سلم أمره لرجال اللادين وشيوخ العشائر الذين باعوا قيمهم وتاريخهم للأجنبي. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لحضرتكم ولكل كادر قناة الرافدين، كل الذي تسلطوا على رقاب الشعب هم مجرمين فاسدين، سلموا البلد على طبق من ذهب لأسيادهم الإيرانيين، بلد تقوده العمامة مصيره القمامة. إذا ما ينتفض الشعب ضد هذه الزمرة المجرمة ويبدأ بالقضاء على من باع العراق 200 مليون دولار للأمريكان وأولهم السيستاني وإخراج كل الإيرانيين من العراق فلا يستقر البلد. هذا رسالة أبو حسام النعيمي. الشعب العراقي قاطع الانتخابات، ويجب على الشعب العراقي الآن أن يكمل واجبه ويزيح هذه الطغمة الحاكمة. مذاكر اسمه أخي العزيز يقول يا ريت بقاء هذه الحكومة جاي فائدة حتى ما نضيف، ما موفرين هالأيام بعض مناطق اللي ديجي بيها المي مي آسن مع الأسف. يعني هاي نقطة أيضا دي يتأذى منها الشعب العراقي، الخدمات اللي هي الماء والكهرباء، خصوصا الماء اللي هو روح الحياة، مع الأسف هيك دي يصير بيها. يقول وشخص متجاوز على أبو علي هذا رأيه، احنا حاورناه في رأيه، ما أحب التجاوز لا انك بالواتساب ولا بالبرنامج، هو رأيه هو حر بي. وشكرا لك لكتابتك هذه الرسالة. يقول ما زال كثيرون يعتقدون أن قاسم سليماني ومعه آخرون يمارسون ضغوطا كبيرة على زعماء الأحزاب والكتل الطائفية أو على شخصيات دينية متنفذة في المشهد السياسي في العراق، وباستخدام الترهيب والعنف والتلويح به، رغم أنه تجارب النظام الإيراني من عام 79 مرورا بحرب 80 8 سنوات وما تلاها وصولا إلى الاحتلال الأمريكي وما بعده اتسمت بالمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية. الرسالة طويلة من الإمارات ما قدرت أقرأها كلها أخوي العزيز. وأيضا شخص كاتب رسالة حاكي بيها على أبو علي نفس الموضوع، أقول لك هذا رأي أبو علي، بس هو ذاكر نقطة. يقول منظمة بدر قتلت آلاف الأطباء، ليش هي بس أطباء قتلت؟ وطيارين وأساتذة جامعيين واقتصاديين وخبراء وكل شيء، ما بقت واحد مسوت بقائمة وقتلت من عندهم. مشاهدينا الكرام، حال العراق راح يبقى هيجي. أنا أقول لكم من أنا 9 أشهر احتمال تخلص العدو الفرز، إيش راح يصير وراها الله أعلم. برنامج صوتكم انتهى، إلى اللقاء.